علي لا يمت للرجولة بسيلة، وأنا حرة في نعتبر أنه بن علي أرجل من المرزوقي. أنا ما قلتش هو يمثل الرجولة، قلت هو أرجل من المرزوقي ويتحمل مسؤوليتي، لأنه في وقت بن علي ما كانش ثم قاعدة عسكرية في تونس. يعني شد في الكلمة نتاعك ألفايس. أنا عندي حجج عليها، أنا قلت لك علاش، ما كانش ثم قاعدة عسكرية في تونس. أمريكية، أجنبية في أرض تونسية، ما كانش ثم ادعاء من أنه مساند لحقوق الإنسان، وكان ثم جابر الماجر المسكين الذي يقبع في السجن اليوم لمجرد فكرة ورأي. ما كانش ثم إنسان يدعو إلى العصيان المدني في الجزيرة ومن بعد يجي يتهم ويؤلب الآخرين على من يدعون اليوم إلى العصيان المدني ويعيط لهم للمحاكمة والمقاضاة كما سي طاهر بن حسين. بن علي كان كويرو مع روحه، وهذا معنى الرجولة في المجتمع نتاعنا. يقول لك فلان راجل، يعني واضح يتحمل مسؤولية الأخطاء نتاعو ومواقفه جسكوب. عمري ما قلت بن علي ملاك، والستاتيو نتاعي مش على بن علي. أما أنا أعتقد أنه مشكلتنا في تونس أنه نعتبر أن الإنسان يا إما شر كله وإلا خير كله. بن علي عشنا معاه في تونس، تقول بن علي ما نقولش